نفرض دفتر شروط ل يعني يعني القنوات التلفزيونية الخاصة أن تدرج حصص باللغة الأمازيغية، ما عدا قناة النهار نظن قنوات أخرى لازم تدير مجهود في ترقية في يعني إدراج اللغة الأمازيغية. كاين القنوات العمومية بالطبع، ولكن القنوات الخاصة أيضا على عاتقها أن تتكفل باللغة الأمازيغية. لا إن شاء الله في غضون الأيام المقبلة سوف نطلق أرضية رقمية لقاموس جامع تاع المصطلحات اللي وظفها الصحفي في كل إذاعات، وهذا جات ثمرة تاع الدورة التكوينية الأولى اللي درناها في 6 جويلية الفارط في ولاية بومرداس. لأول مرة جمعنا عائلة الصحافة اللي تمارس باللغة الأمازيغية، أعطينا لهم فضاء تكويني، وأكثر هذا من هذا أعطينا لهم آلية باش هم يساهموا في إعداد قاموس موحد تاع المصطلحات.